وبمعانيه عالمين وبه مؤلمين ومن الجفاء له والاستحباب به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم اللهم اجعلنا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم اللهم ولنا تلاوتنا اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من الخطايا نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو ولغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر عملنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشيخنا ولمعلمينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة أو غفران من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعل الله فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة واخصص اللهم بأفضلها وأكمالها وأدمها إلى روح سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع صحابة والتابعين وجل اللهم مثل ثواب ذلك مع المزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشيخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضر ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أدخل اللهم علينا يا عليه وعليهم يا كريم في القلوب والقبور والضياء والنور والفسد والرحمة الواسعة والسرور إنك مالك غفور وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين من القبول ولم يكن سوى إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة